وكل الأخوة يعني سبق وأنا جلست وياهم في جلسات واجتماعات ولقاءات، بس حبيت أتوضح العفو أستاذ وادر إلا هو إحنا أبناء سوح الاحتجاج، وبالنسبة لانتفاضة تشرين أحداث 2011 أساتذتنا اللي قاعدين نشوفه من 2011 التضحيات هذه اللي قدمت كلها، إحنا رايحين إلى قضية تفاهم مثل ما تفضل السيد رحيم وجنابكم الكريم، تفاهم وليس عقد اتفاقات. بعدي لا موقع وياه ولا متفق وياه على شيء ولا شايل ايده وايدي وطالع وياه، تفاهم. الى متى احنا نبقى بهذا الضعف؟ وانا اخاف بالقوى التغيير واخاف بالقوى، ليش؟ لا بالعكس، انا كل قوة بيكم. هسه الاساتذه اللي قاعدين كل فخر، على اساس يبتلعني فلان وفلان وفلان؟ انا اذا احكي بهاي النظريه واحس بهذا الضعف وصغر حجمي اروح اقعد ببيتنا. بالعكس، اتفاهم مع الجميع، امضي مع الجميع، خلي يكون فد كيان قوي، يكون من يشبهنا طبعا طبعا. يعني ذكرت في البدايه وشكرا جزيلا.